الفيلم فيلم دار يعني اوتو بخوت كما كنعرفوا، دار بلي مويان اللي هما اللي ما كانش امكانيات يعني ديالو، ولكن درناها باغ بوكو دامور، درناها بزاف ديال الحب. صحيح انه كان فتره ديال الكونفينمون الاخرانيه، يعني تبدا شويه الاعمال بشروط ديال ان الستاف ما يفوتش 30 واحد، والحمد لله يعني كمل الفيلم. اليوم غيخرج العرض ما قبل الاول. كنتمنوا ان الجمهور يعني يكون راضي علينا، انه يعجبوا الفيلم، انه يروقوا. كنتمنوا من الله يمكن يوفقنا في هذا الفيلم هذا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما 5 تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.ma5tv.ma.